بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله في هذه الحلقة سوف أتحدث عن How to get all prime numbers within an interval using Python code، أي كيف يمكن الحصول على الأرقام الأولية في مدى محدد من الأرقام باستخدام أكواد بايثون. المدى الذي سوف نحدده سوف نمثل له متغير يمثل الحد الأدنى من الأرقام، وأيضا متغير آخر يمثل الحد الأعلى من الأرقام. أولا نبدأ بالمتغير الذي يبدأ بالحد الأدنى، وليكن هذا المتغير اسمه lower يساوي 2. هبدأ من عند 2 ونكتب اسم المتغير الذي ينتهي عنده هذه الفترة. المتغير الذي يمثل الحد الأعلى وليكن upper يساوي 10 10. يعني ابدأ مدى الأرقام من 2 حتى 10. نفتح هنا حلقة تكرارية for num، يعني من الأرقام in range في المدى. نفتح هنا brackets في المدى الذي سيبدأ من الحد الأدنى lower حتى الحد الأعلى upper، ونضيف إليه plus 1، نضيف إليه 1 ونضع كله. وبعدها بنكتب العبارة الشرطية if إذا وجدت هذا النم الرقم الذي سيتم فحصه greater than 1 أكبر من 1، نكتب هنا كله. نفتح بعدها حلقة تكرارية أخرى for i item in range في المدى، ونفتح brackets في المدى الذي سيبدأ من 2 كوما وينتهي حتى نم، وبعدها ناخد كله ونكتب عبارة شرطية أخرى if إذا وجدت باقي حاصل القسمة لهذا الرقم num، ونكتب percent. percent تمثل معامل باقي القسمة على i، ونختبره هل بيقبل باقي القسمة، أي باقي القسمة هنا يديني 0. نضغط كله واكتب هنا print، يعني اخرج من هذه الحلقة وادخل في الرقم الذي يليه في الحلقة التالية من سلسلة الأرقام، واكتب هنا else. ولاحظ else هنا وضعتها محاذاة لـ for، واكتب هنا print الأمر print واطبع لي الرقم num لنرى النتيجة، وبعدها هنوضح الكود. نضغط run، نجد هنا طبع لي الأرقام 2 3 5 7. هذه هي الأرقام الأولية البرايم نمبرز اللي بتقع ما بين 2 حتى 10. لنرى كيف أعطى هذه الأرقام ووضحها في الكود. هنا بدأ بالرقم 2 اللي هو يمثل الحد الأدنى من السلسلة الرقمية، فالعبارة رقم 3 بدأ من عند رقم 2 الذي يمثل الحد الأدنى في السلسلة الرقمية. هل 2 أكبر من 1؟ في العبارة رقم 4 نعم أكبر من 1. بالتالي بيتجه إلى تكوين سلسلة رقمية تبدأ من عند 2 ونام هنا أيضا ب 2، لا يجد هنا، فهنا بيجد 2 وتنتهي عند 2، فبالتالي لا يوجد هنا أرقام يتم القسمة عليها، فبالتالي هذا الشرط لا يتحقق، فبالتالي بيتجه لعبارة else print num ويطبع عليها num 2، فبيطبع عليها هنا رقم 2. بعدها بياخد الرقم الذي يليه في هذه السلسلة الرقمية هو الرقم 3. if num أكبر من 1، هل 3 أكبر من 1؟ نعم، فبيتجه لعمل سلسلة أرقام لكي يتم القسمة عليها، فبيكتب هنا 2 ونام هنا بياخدها بثلاثة. إذن بيجد هنا أن الأرقام التي سوف يتم القسمة عليها هو الرقم 2 فقط. فهنا في الشرط رقم 6 نم بيقسمها على i، هنا بياخد نم بيقسمها على i لكي نحصل على باقي القسمة وليس ناتج القسمة. نلاحظ أن وضعت هنا percent، percent هنا تمثل المعامل i الحصول على باقي القسمة، بيقسم 3 على 2. هل 3 تقبل قسمة على 2 ويدينا باقي القسمة 0؟ طبعا هذا الشرط يصبح فولس، لأن 3 لا تقبل قسمة على 2 وباقي القسمة ليس 0، فبالتالي بيذهب هنا بيرفض هذا الشرط، بيتجه لعبارة else. وعبارة else لاحظ أن هي في محاذاة for، بيطبع لي الرقم 3 هنا في الناتج. بعدها بيأتي بالحلقة التالية في هذه السلسلة الرقمية وهو رقم 4. هل 4 هنا أكبر من 1؟ دي في السطر رقم 4 يجد يس أكبر من 1، فبالتالي بيكون سلسلة
لسلسلة من الأرقام يتم القسم عليها، فبيكتب هنا 2 وبياخد هنا نمبر 4. فالأرقام التي سيتم القسم عليها ستكون كالتالي: 2 3 فقط. فهل 4 تقبل القسم على 2؟ أيوة تقبل القسم على 2. فبالتالي إذا هذا الرقم قبل القسم على أي أرقام تم تحديدها في هذه السلسلة، فبالتالي هذا الشرط يصبح ترو، فبالتالي بياخد بعبارة تليه، فبيخرج من هذه الحلقة ويأتي في الحلقة التالية في السلسلة وبيذهب للرقم 5. فبيختبر 5، هل 5 أكبر من 1؟ يس. فبيعمل تاني هنا سلسلة أرقام لكي يتم القسم عليها، فبيكتب هنا نمب 5، طبعا هيبدأ من عند 2. إذن ستكون الأرقام المتاحة لكي يتم القسم عليها هي: هل 5 هنا تقبل القسم على أي رقم في هذه السلسلة؟ أي هل 5 تقبل القسم على 2 أم 3 أم 4 ويكون باقي القسمة 0؟ طبعا هذا الشرط بيكون قيمته false، فبالتالي بيتجه إلى else وبيطبع هذا الرقم الأولي وهو الرقم 5. بعد كده بيتجه للحلقة التالية من السلسلة وهو الرقم 6. فهل هنا 6 أكبر من 1؟ العبارة yes. إذن هنا كون دي الأرقام التي سيتم القسم عليها، فبيضع هنا نمب 6، فبالتالي يصبح الأرقام المتاحة لكي يتم القسم عليها هي الأرقام التالية: 2 3 4 5. هل 6 تقبل القسم على أي من هذه الأرقام 2 3 4 5 وباقي القسمة يكون 0؟ طبعا 6 تقبل القسمة على 2 و 3، فبالتالي يصبح هذا الشرط قيمته ترو، فبالتالي بيعمل بريك لهذه الحلقة ثم يأتي إلى الرقم الذي يليه وهو الرقم 7 في الحلقة التكرارية. فبدع نام هنا ب7، عندما يضع نام 7 تصبح الأرقام الجاهزة لكي يتم القسم عليها وهي 2 3 4 5 6. لاحظ ان هو لا يتم كتابة اخر رقم، لايه؟ لانه هنا بيكون سلسلة حتى الرقم اللي قبل نام، يعني هيقسم على 2 3 4 5 6. فهل 7 تقبل قسم على 2 او 3 او 4 او 5 او 6؟ العبارة هتكون false، فبالتالي لا ينفذ هذا الشرط مطلقا. يبدأ هنا يذهب الى العبارة التي تلي عبارة else وهو print num، اطبع لي num، فبيطبع لي هنا الرقم 7. وبالتالي لباقي الأرقام بيكون لي سلسلة أرقام هنا بيتم القسمة عليها. إذا وجد أن سلسلة الأرقام التي سيتم القسمة عليها تقبل قسمة بدون باقي، أي هنا الباقي يساوي 0، فبالتالي بيعمل بريك، بيتخطى هذه الحلقة وبيتجه إلى الحلقة الثانية في السلسلة الرقمية. أما إذا وجد أن سلسلة الأرقام اللي أنا حددتها هنا الرقم اللي هيتم الفحص هنا هل يقبل القسمة عليه ولم يقبل القسمة، فبالتالي إذا لم يقبل القسمة بيتجه إلى نم ويطبع لي الأرقام. نفرض أن أنا عايز أطبع الأرقام من 1 حتى 100، فبكتب هنا 1 وأغير رقم 10 إلى 100، نضغط ران ونرى النتيجة. هنا طبع لي البرايم نمبرز، الأرقام الأولية هنا تبدأ 2 3 5 7 11 13 17 19 حتى 97. لو عايز الأرقام حتى 1000 بكتب هنا 1000، يطبع لي الأرقام الأولية من 1 حتى 1000. لو عايز أطبع مثلا الأرقام من 700 إلى 1000، نضغط ران، طبع لي الأرقام هنا من عند 701 حتى 997. طبعا ان شاء الله سأطبق لك نسخة من هذا الكود في رابط اسفل الفيديو، يمكن تعديله لكي تحصل على الارقام الاولية في اي مدى يبدأ من هنا وينتهي حتى هنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.